السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنقول كمبيوتر بيعات موقع تعلمه www.تعلمه.com. فكرة وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندى، دعاية وتسويق زهرة الفردوس، من غرام المنصورة مصر. أرقام التليفونات 016-50-47-329 أو 017-52-276. الإيميلات learnonline1@gmail.com، fairgroup@yahoo.com، fairgroup@hotmail.com. المدونة السلسلة www.onefirstyear.blogspot.com. هنشرح النهاردة حاجة ظريفة وخفيفة برضك في الكنترول بانل، هي ازاي نظبط الاعدادات بتاع التاسك بار. لو ضغطنا كليك يمين من هنا على التاسك بار وضغطنا بروبرتيز، كليك يمين على التاسك بار، الحته اللي تحت طبعا قلنا الانترفيس اللي قدامنا ده، الواجهه اللي قدامنا دي عباره عن ديسك توب وتاسك بار. فافتح التاسك بار وضغط كليك يمين وبروبرتيز، هفتح لي التاسك بار اند ستارت منيو. ايه بروبرتيز؟ تاسك بار اند ستارت منيو بروبرتيز. هي لو جبتها من قائمه، لو جبتها من كنترول بانل، رحت الكنترول بانل اهو، هلاقي هنا تاسك بار اند ستارت منيو بروبرتيز بار. ايه قدام دلوقتي من الويندو اللي قدامي، انا قدامي تابين، التاب الاولاني تاسك بار، التاب التاني ستارت منيو. التاب الاولاني بيظبط لي اعداد التاسك بار اللي هو قلنا عليه ده، اللي هو ايه اللي تحت الازرق. وبعدين عندي التاب التاني او التابه التانيه ديت ايه بيظبط اعداد الستارت منيو. دلوقتي انا عندي تاسك بار ده في كام خاصيه اساسيه في شكله، الابيرنس بتاعه، مظهره. عندي اول حاجه لوك التاسك بار، يعني اقفله، يبقى التاسك بار ده مقفول. طب هو لو مفتوح انا هقدر اعمل فيه ايه؟ لو مفتوح التاسك بار هقدر احركه. لو التاسك بار مفتوح وضغطت بعد ما بعمل اي تغيير بعمل ابلاي عشان اشوف التغيير ده، فالتاسك بار دلوقتي مفتوح اقدر احركه. نعمل اوكي. اهو دلوقتي انا اقدر اكبره. المفروض ان انا اقدر احركه، بس تقريبا الماوس تقيل، قصدي الجهاز تقيل، فمش مفترض ان التاسك بار اقدر احركه في كل حته. المهم ده التاسك بار، يبقى لو مقفول هيتظبط، بمعنى ان انا مش هقدر اعدل فيه. فلو قلت له ابلاي هنا كده يبقى هلاقيه مش هيقدر يتعدل فيه، انما لو فتحته كده اقدر اعدل فيه واحركه زي ما هو. المفترض يعني ان انا بعد ما يبقى مفتوح كده ببدا اسحبه بيطلع فوق عادي معايا، يعني اقدر احط التاسك بار بقى ما هو تحت فوق او في اليمين او على الشمال في اي حته. دي حاجه. يبقى انا بعد كده اظبطه واقفله. في ناس بتحتاج التاسك بار بتاعها يبقى كبير عشان بيفتحوا برامج كتير مع بعض، مثلا نقول تاسك بار هنسيبه كده، وبعدين نقول له ايه هو ابلاي، عم نطبق هنعلم عليه ونقول له ابلاي تاني. تاني حاجه اوتو هايد ذا تاسك بار، يعني ايه؟ ما دام انا ما بستخدموش او ما دام انا مش محتاجه اخفيه، يبقى هو هيبقى مختفي. طب امتى بقى هيعرف ان انا محتاجه؟ لما انزل له، ما انا اول ما انزل هيظهر. طب طول ما انا مش جنبه يبقى هو هيختفي، لما اقف فوق كده واضغط يبقى هو هيختفي. يبقى ده اوتو هايد، يعني اظهره واخفيه اوتوماتيك. هنخليه ظاهر على طول عشان نلاحظ التغييرات اللي بتحصل عليه. تاني حاجه تالت حاجه كيف ذا تاسك بار اون ذا توب اوف اذر ويندوز، يعني لما افتح ويندو جديده، انا فتحت مثلا ايه؟ تعالى هنا وافتح الريسايكل بن، فتحت هنا الريسايكل بن، كبر الريسايكل بن كده، هلاقيه ظاهر تحت والتاسك بين ايه؟ والتاسك بين تحتيه، يعني لو نزلت كده مين اللي هيستخبى؟ التاسك بين تاسك الريسايكل بين هي اللي بتستخبى، يبقى الريسايكل بين هي اللي بتستخبى والتاسك بار ايه ظاهر تحتها، يبقى هو فوقيها. طب انا لو ضغطت الخاصيه دي ايه اللي هيحصل؟ نشوف مع بعض. نزله كده
شوف هو اللي اختفى الاول، مين هو اختفى منه حته، انما في الاول كان هو مقدم عليه، يبقى ده خاصيه برضو ممكن بعض الناس تحتاجها. يبقى ديت كيب التاسك بار فوق الويندوز المفتوحه، اي ويندو مفتوحه هو فوقيها، فلو نزلنا بالويندو لتحت هو هيبان وهي تختفي. العكس هيحصل لو عملنا علامه الصح، شلنا علامه الصح من عليه. بعد كده جروب سيميلار بوتونز، يعني لما افتح شويه نوافذ لها علاقه ببعض ضمهم على بعض. يعني مثلا فتحت انا مثلا ايه الانترنت، فدي صفحه انترنت، فتحت انا كمان صفحه انترنت اهو، ما انا فاتح صفحتين، فتحت انا ثلاث صفحات انترنت، ثلاث شوف بقى اللي حصل، ضم لي الثمان صفحات بتاعت الانترنت، ضمهم لي مع بعض. فضغطت كده وانا فاتح طبعا، هو مفيش نت على الجهاز ده، فكل صفحات الانترنت مش شغال. المهم ضم لي الصفحات كلهم في واحده بس، بحيث ان انا لو فتحت مثلا ماي كمبيوتر، جيت من الستارت هنا وفتحت ماي كمبيوتر، الاقي ماي كمبيوتر موجوده لوحدها وصفحات الانترنت دي كلها موجوده لايه؟ هفتح مثلا الفولدر بتاع الاسلاميات من ماي كمبيوتر اهو، يبقى ده ال يبقى ده الماي كمبيوتر لوحدها وال الاسلاميات ده لوحده والاجهزه الحاجات التانيه بتاع الانترنت لوحدها. طبعا ما مسكتش على الجهاز بتاعي، فمني كده مفيش انترنت. لو كنت على الجهاز بتاعي كانت الموضوع واضح اكتر، لما يبقى في صفحات كنا نفتح صفحات مختلفه من الانترنت برضو كانت هتضم على بعضها. احنا فتحنا جوجل وياهو ومش عارف ايه وبتاع، هاجي هنا بقى الاقي كاتب لي ايه جوجل ياهو بتاع، انا اختار منه خلاص. بس اكيد الناس فاهمه يعني ان احنا ايه ما عندنا كذا صفحه فاتحينهم، بنضغط على الصفحه اللي احنا عاوزينها كده كويس. عايز انا اقفل بقى الصفحات دي كلها، بقوم واقف عليها وضغط كليك يمين واقول له كلوز جروب، يعني اقفل كل الصفحات دي مره واحده، فاقفلهم بدل ما اقعد اقفل فيهم 8 مرات. بعد كده كليك يمين بروبرتس تاني، شو كويك لانش، في حاجه اسمها كويك لانش اللي هو ايه مجموعه برامج بحطها جنبي كده، ايوه انا استخدمها على طول. يبقى دي شويه حاجات، انا مثلا بحتاج الانترنت على طول، بحتاج ده العلامه دي بتاعت الديسكتوب، بحتاج برنامج الونام على طول، يبقى اضغط عليه بحيث ان افتح البرنامج من تحت هنا بحيث ان هو يكون موجود. لو عايز اشيل الكويك لانش بشيله كمان من هنا كويس كويس جدا. لو انا عايز اظهر الساعه بقول له شو الكلوك زي ما ظهر قدامي، لو عايز اخفيها بشيل علامة الشو من قدامها واعمل كده يبقى الساعة قدامها تختفي. لو انا عايز اخفي الايقونات الغير فعالة بقوله كده برضه واعلم واقول اوكي، يبقى الايقونات الغير فعالة الان اكتف ايكونز هتختفي. طبعا انا هعلم صح واقول له ابلاي عادي، وهنا اقول له ازر الساعة واقول له ابلاي عادي. من هنا عندي كاستمايز اي برنامج بقى مش عايز اظهره من البرامج اللي بتبقى مفتوحه معايا، بقوم ضاغط عليه كليك يمين وقايل الخيارات اللي موجوده عندي ديت. عندي تلات خيارات، هايد وين ان اكتف يعني اخفي البرنامج لو هو ان اكتف مش فعال، اولوز هايد يعني اخفيه على طول، اولوز شو يعني اظهره على طول. ديت البرامج اللي بتتفتح عندي بتتحط دايما ايه جنب الساعه او في النقطه اللي احنا قلنا عليها سيستم تري او النوتيفيكيشن اريا. بعد كده هنجيب الستارت منيو. لو انا عايز اغير في الاوبشنز بتاعت الستارت منيو عندي وضعيتين، وضعيه المودرن ووضعيه الكلاسيك. وضعيه المودرن اللي انا شغال عليها دلوقتي، فانا ضغطت عليها الاقي الستارت منيو في الوضعيه المودرن بتاعتها. وضعيه الكلاسيك اللي هي الوضعيه القديمه بتاعتها، لو ضغطت هنا اقول له كلاسيك منيو وبعدين اقول له ابلاي يبقى تظهر لي الكلاسيك منيو، لو ضغطت عليها كده هتظهر لي الستارت منيو بالشكل القديم بتاعها اللي هو العمود الواحد. طبعا دي لها كاستمايز ودي لها كاستمايز. ناخد بتاع الكلاسيك الاول، هلاقي الكاستمايز بتاعي بيقول لي ايه قدامي حاجات، انا عايز مثلا اد اضيف حاجه معينه للستارت منيو، فاقول له اد وبعدين اعمل براوز للايتم اللي انا عايز اضيفه. مثلا فرضنا ان انا عايز اضيف ده الاكسل واحد لل بتاع، فاقول له اوكي وبعدين اقول له نيكست. عايز تحطها في البروجرامز هقول له ماشي نيكست فينش، يبقى كده اضافت البروجرامز. بعد كده اقول له اوكي
يبقى كده اتضافت البروجرامز اللي هو الايه بتاع الاكسل واحد اللي احنا شفناه. طبعا لو دخلنا كده هنلاقيها فوق اهي، ده الاكسل واحد الفولدر بتاع الباوربوينت او الباوربوينت بتاع الاكسل اللي بيشرح الاكسل. كويس كويس جدا. نخرج بره الكلام ده، هنرجع للكستمايز هنا تاني. هنلاقي لو انا عايز اعمل اي حاجه بقى الحاجات دي ديسبلاي او اكسباند، يعني اكسباند يعني مده، يعني ظهرها ايه مفرود. لو جينا مثلا وجينا مثلا على ايه نظهرها مفرود، على ايه اكسباند الكنترول بان، يعني اظهر لي الكنترول بان المفرود. اقول له اوكي، اجي هنا ادي الايه سيتنجز، اقف عليها، اقف على الكنترول بان اللي هي مفروده ازاي، مفتوحه اهي في قائمه فيها كل الاوبشنز بتاع الكنترول بان او كل الخيارات بتاع الكنترول بان والفيتشرز اللي فيها البدائل المتاحه قدامي كلها موجوده قدامي اهي، بحيث ان انا اختار اللي انا عايز منها من ايه من خلال القائمه. يبقى ده معنى كلمه اكسباند. اي حاجه بقى اكسباند نفس الحكايه، بتظهر لك كامل. ديسبلاي يعني شغل الفيفورت، يعني الفيفورت مش ظاهره، ظهر. اضغط هنا الاقي الفيفورت ظهرت في ايه؟ اهي الفيفورت دي ما كانتش موجوده دلوقتي بقت موجوده هي كمان. يبقى ده اكسباند وديسبلاي. بعد كده شو سمول ايكونز ان ستارت منيو، يعني خلي الايقونات صغيره. سكرول بروجرام اوكي، بين البروجرام ماشي. بعد كده كاستمايز بتاعت الايه، ايوه بعد كده كاستمايز بتاعت الستارت منيو اللي هي العاديه بتاعتي. فالستارت منيو العاديه بتاعتنا عندي عندي لارج ايكون وعندي سمول ايكون، عندي لارج ايكون وعندي سمول ايكون. فضغطت هنا كده هيظهر لي في ايقونات صغيره، يعني الرسمه بتاعت ايقونه صغيره، هنا هيظهر لي ايقونات كبيره. طبعا يفضل الايقونات الكبيره. في حاجه اسمها اخر ست برامج انا بعمله، فممكن اقول له اخر 10 برامج، يعني اخر ست برامج انا استخدمتهم هيتحطوا لي في قائمه جانبيه، فاقول له اوكي ابلاي. يبقى اخر ست برامج انا غيرتهم من 10، اخر 10 برامج انا استخدمهم محطوطين هنا، يبقى دي القائمه بتاعت اخر 10 برامج انا استخدمتهم. كويس. اللي فوق ده الجزء بتاع الانترنت، ايه البراوزر بتاعك الرئيسي، فقلنا الانترنت اكسبلورر. ايه برنامج المراسله او الايميل بتاعك الرئيسي، برنامج الايميل بتاعك الرئيسي هو عامل هنا الاوتلوك اكسبريس. خلاص يبقى احنا بنظبط الحاجات ديت كمان من هنا. لو انا عايز اغير برنامج المراسله الرئيسي بتاعي من اي حته هو كده، المفروض ان انا اقدر اغيره من هنا لو في قائمه البرامج تانية. وبعدين هنا انت عايزه بدل اوتلوك اكسبريس عايزه الهوت ميل، تغير الهوت ميل. ومن هنا نغير عدد البرامج اللي هي اخر برامج مفتوحه بالنسبه لي اللي هم دولت اخر برامج دول، ممكن اخليهم هنا صفر، او ممكن اعمل كلير ليست اهو، كلير ليست كلير ليست اوكي. همسحهم خالص بحيث ان هم ما يظهروش. واخليهم صفر كمان. وابلاي. اهو. يبقى ديت مش هتظهر خالص اي برامج انا فتحتها او اي برامج انا شغلتها قبل كده. من هنا بجيب الادفانسد. طبعا اوبن سب منيوز هنا بوز اون زيم ويز ماي ماوس، يعني اول ما اقف على الـ على الـ على قائمه فيها قائمه فرعيه افتح لي قائمه فرعيه. هايلايت نيولي انستولد بروجرامز، يعني البرامج اللي انا مسطبها جديد علمها لي بعلامه برتقاني كده، يعني هتلاقي البرامج اللي مسطبها جديد. لو دخلنا هنا كده لا مثلا البرنامج ده لسه كنت مسطب مثلا البرنامج بتاع الكلايد ده، هلاقيه متعلم بعلامه برتقاني ان هو لسه انت مسطبه جديد ولسه ايه ما استخدمتش البرنامج ده لانه لسه جديد. فديت اوبشنز. اخر اوبشن في الاخر ليست ماي ريسنتلي اوبند دوكيومنت. في بقى ماي ريسنت دوكيومنت، لو دخلنا هنا على بردك هنلاقي فوق كده قائمه باخر حاجات انا فتحتها، دي قائمه باخر حاجات انا فتحتها. فالقائمه دي انا ممكن اللي هي هنا دي انا ممكن امسحها كلها. ازاي؟ اقوم جاي هنا واقول له كلير ليست، فلما اضغط عليها الاقي القائمه باخر حاجات انا فتحتها على الجهاز ده اتمسحت خالص اهي.
هيقول لي امتى ان ما عادش في قائمه باخر حاجات انا فتحتها على الجهاز. ممكن الحاجات دي تكون صفحات نت، ممكن تكون مستندات وورد باوربوينت صور اي حاجه. في الوسط بقى الاقي شويه حاجات سهله جدا، كنترول بان. الكنترول بان عامل على انها لينك ولا على انها من ولا منيو ولا دونت ديسبلاي ذيس ايتم. ده في قلب الستارت منيو، في قلب الستارت منيو احط الكنترول بان لا اصلا ولا لا؟ ممكن اقول له دونت ديسبلاي، يعني ما تعمليش كنترول بانل في الستارت منيو. يعني انا ممكن اغفل الكنترول بانل في الستارت منيو. تاني حاجه عامل على انها لينك ولا على انها منيو؟ ايه الفرق بين ان لو قلت له لينك يبقى انا لما هضغط عليها تفتح لي صفحه جديده. لينك يعني لما اضغط عليها يفتح لي صفحه جديده، منيو يعني لما هقف عليها هيفتح لي، او لما اضغط عليها هيفتح لي قائمه بالحاجات اللي موجوده جوه. انيبل دراج اند دروب، اشغل الدراج والدروب، يعني اقدر اسحب طبعا وانا قايل اوكي، اقدر اسحب واعمل دراج اند دروب في الستارت منيو. يعني كده شوف شوف كده انا بحرف في الستارت منيو، قال له الستارت منيو قاعد اغير في الاماكن بدراج ودراج ودروب، سحب والاسقاط شغال عادي جدا، اغير اماكن اي حاجه بالسحب والاسقاط. طب لو الخاصيه دي انا عايز ايه مثلا، شفت ان حد معين بيلخبط لي الحاجات بتاعتي فعايز اغيرها، باجي من هنا واشيل علامه الصح اللي قدام انيبل دراج اند دروب ده. فيفورتس منيو، لو انا عايز احط قائمه فيفورت اقول له علمه صح، لو مش عايز احطها اشيل الصح من قدام. بعد كده الماي كمبيوتر، عاملها كلينك ولا كمنيو؟ يعني عاملها كقائمه ولا كلينك؟ اقول له مثلا كلينك، يعني لما اضغط عليها افتح لي الماي كمبيوتر. ولا شيل الماي كمبيوتر اصلا ثلاث خيارات دونت ديسبلاي، يعني شيل الماي كمبيوتر اصلا من حساباتك، وشيل الماي كمبيوتر، وشيل الماي كمبيوتر من ال، شيل الماي كمبيوتر من حساباتك، شيل الماي كمبيوتر من قائمه ستارت خالص. ماي دوكيومنتس بعد كده برضو ديسبلاي از لينك ولا ديسبلاي از منيو زي ما احنا قلنا، ولا ما شغلهاش خالص. ماي ميوزك، ماي بيكتشرز، النتورك كونكشنز هتشغلها ولا كونكت تو المنيو توصلك للمنيو، ولا لينك تو الكونكشن فولدر النتورك، في فولدر للنتورك كونكشن يوصلك للفولدر ديت. الحاجات دي كلها حاجات عاديه جدا مش محتاجه حد يشرحها. سيستم ادمنستريتف تولز اللي هي الادوات بتاع الادمنستريتور اللي هو المدير بتاع الجهاز، لما اضغط عليها اللي هيحصل، ولا ما ظهرهاش اصلا، ديسبلاي اون اول بروجرامز، ولا ديسبلاي اون ذا اول بروجرام منيو اند الستارت منيو، يعني اظهرها في الستارت منيو وفي الاول بروجرام كمان، ولا ما ظهرهاش اصلا، هو عامل ما ظهرهاش فانا لو ضغطت عليها كده هتظهر قدامي في البروجرام منيو. لو ضغطنا هنا بس بعد ما اعمل كل حاجه اعمل ابلاي الاقي الايه ادمنستريتف تولز في الاول بروجرامز، لا في قائمه اتضافت بالادمنستريتف تولز اللي هم الست ادوات اللي موجودين او السبع ادوات اللي موجودين قدامي دولت، اقدر اعدل فيهم، اقدر استخدمهم لو انا كنت مدير البرنامج، وانا استعرض منهم اجزاء في المستقبل ان شاء الله. اظن كده خلصنا، مفيش حاجه تانية. شكرا لكم على حسن استماعكم، وارجو ان الحلقه تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.